الحمد لله، السلام عليكم. من أسرار آية الكرسي جلب الرزق بإذن الله. طريقتها سهلة، تقرأ آية الكرسي في الصباح 170 مرة، وتصلي على النبي 100 مرة بأي طريقة شئت، وتقول الدعوة سترها في صندوق الوصف من تحت الفيديو، صندوق الوصف، تقول هذه الدعوة أو هذا الدعاء الذي ستراه، دعاء الرزق. قراءتك لآية الكرسي وصلاة النبي، تقول هذه الدعوة التي ستراها في الوصف، أو الدعاء ستراه في صندوق الوصف، تقولها 3 مرات يوميا، وستجلب لك الرزق بإذن الله من المجربات. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء.